حسين وأحاطوا به. لكن إش عاش الحسين في قلبه؟ عاش الألم واللوعة على هذه الأمة. ولذا وين راح يبث الشكوى الحسين؟ ها؟ خرج بأبي وأمي في جوف الليل متوجه إلى قبر جده رسول الله يشكو إليه ما أصابه من أمر هذه الأمة. الرواية تقول فجلس الحسين على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله مسلما السلام عليك يا جده يا رسول الله، أنا الحسين فرخك وابن فرختك، فاشهد عليهم يا رسول الله، لقد ظلموني ولم يحفظوني وكادوا أن يقتلونني، وهذه شكواي إليك يا رسول الله. ثم قام بأبي وأمي، جاء في الليلة الثانية، صلى ركعات، جلس على قبر جده صلى الله عليه وآله مخاطبا ربه: اللهم إنك تعلم أني أحب المعروف وأنكر المنكر، وقد نزل بي من الأمر ما قد علمت، اللهم اختر لي ما فيه لك رضا ولرسولك فيه رضا، حتى إذا قرب وقت الفجر غفت عيون الحسين على قبر جده، فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله في كتيبة من الملائكة عن يمينه وعن شماله وبين يديه وخلفه، ضم الحسين إلى صدره. ليلة جمعة، ليلة فاطمة، ليلة الدعاء واستجابة الدعاء. اسمع كلمات الحسين، ها كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضم الحسين إلى صدره مناديا: حبيبي حبيبي يا حسين، واحنا بعد النادي: حبيبي يا حسين، كأني بك مرملا بندي بدمائك، تقتلك فئة من أمتي وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى، وظمآن لا تروى، وهم مع ذلك يرجون شفاعتي، لا أنالهم الله شفاعتي. حبيبي يا حسين، إن أباك وأمك وأخاك قد اشتاقوا إليك. قال لي: إذا جيت خذني معك، لا طاقة لي في الرجوع إلى الدنيا. قال له حبيبي حسين: إن لك في الجنة درجة لا تنالها إلا بالشهادة. رحمك الله يا شيخ حسن الدمستاني، أبيات أبدا ما تعتق هالأبيات في رحاب الحسين، لسان حاله يقول: لضمني عندك يا جده في هذا الضريح، علني يا جد من بل وزماني أستر، ضاق بي يا جد من فوق
الأسى كل فسيح فعسى طاود الأسى يدك بين الدكة جد صف العيش من بعدك بالأكدار وأشاب الهم رأسي قبل أبار المشيب فعلى من داخل القار بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء لكن الماضي قليل في الذي قد أقبل فاتخذ ذرع من حزم وصبر انسى يا حسين يا أبا عبد الله يا وكأني والله صعبة بهالليلة ها كأني بلئيم الأصل شمر قد علا يقول لي يجتو على صدرك يتربع على منكبك يحز أوداجك يا حسين وقام أبو علي مكسور قلبه لكن أسألك وين راح راح دار لا لا راح إلى العزيزة الغالية أبو علي الليلة ليلة الجمعة والله تعبت قلوبنا ونحن نبحث عن قبر فاطمة وين قبر فاطمة خدنا وياك يا أبو علي كأني به جلس على قبر أمه والله محلى كلمة يمه يا أمهات إن شاء الله اللي عدها غايب وعدها بعيد يرجع إن شاء الله بهالليلة يقول محلى محلى الولد لصاح يمه والله محلى الولد لصاح يمه الأم تقبل الشمة والضمة وأبو علي إيش قال لها قال لها يمه أنا العزيز أنا الغالي أنا الحسين أنا فرخك يا زهراء يقول لها واقف على قبرك يلا وينها واقف على قبرك وهمي واقف وياك يما تعبى اسم الله عليك يا ابو علي تعبان من جور الدهايا ما غفيت عيناك يما خذيني الى قبرك قبل تذبحني عداي انا العزيز وجاء رت الدنيا علي يقول لها يا ام عندي لك سؤال لكن اسمحيني على هالسؤال بسايلك يا ام انا باجيبها بهدوء حتى تتامل لي بسايلك يا ام وريدك تعذريني في يوم عاشر بالشمس من يذبحوني من هو يغمض يما عند الموت عيني ومن هو يرد الخيل لو داست علي يا الله انت تصور الان الحسين على قبر لكن ايش حال الزهرة لو نظرت الى مصرع ابنها يا امها تسألكم تقدر
تقدر الأم تشوف ولدها وخد على واهجة الرمضة تموت تقول له يا حبيبي قوم عن حر الشمس اصرخ يا حسين تقول له يا حبيبي قوم عن حر الشمس يا حبيبي غاب من عند النفس يمه يمه يا يمه يا حسن يا حبيبي أنا أمك فاطمة يا حبيبي ترضى قلبي تألمه لا والله ما يرضى يا زهر تقول له يا حبيبي قوم فتح ناظرك ليش قلت له افتح عيونك ابو علي تعال شوف اللي وياي منه يا حبيبي قوم فتح ناظرك اتأمل اتأمل يا حبيبي قوم فتح ناظرك يا حبيبي جيت انا وجدي معاك يا حبيبي ترضى تكسر خاطري يا حبيبي ترضى تكسر خاطري شو تريدين يا زهرة شو عندك من طلب يا حبيبي ترضى تكسر خاطري يا حبيبي فتح عيونك إلي 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 تقول لقوم شوف جدك قاعد قبالك 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 ينادي حسين يا ابن ايش صاير لحالك يا ابن من قطع يمناك وش مالك وصدرك ليش يا ابن الخيل رضن اي والله وصدرك يا ابني ليش الخيل رضن حسين بعدك لا هنعيش.